تعالى بقى الارتباط نحاول أدوات. ايه نحنن قلبهم برأي الدين. نسمع رأي الدين، نسمع رأي الدين. يلا بينا. معانا على التليفون فضيلة الشيخ ياسر عبد المنعم، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ أخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد تسلم. لله. أنا عايز أسأل حضرتك بقى، ايه عقوبة الأم اللي بتحارب جوزها أو طالقها بعياله وبتحرمه منهم في الدين في الشرع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة عامة. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان نزع من صاحبه بسبب عدم الرحمة، حتى ولو كنت تصلي، حتى ولو كنت تصوم. يعني ممكن أن هي ما تقبلش عبادتهم اليومية أو عبادتهم في ديننا، لو هي فعلا بتعمل كده تحرم الأب من عياله أو تقهره كده أو تكسر بخاطره كده، لأنها ليست من أهل الخير. لذلك حضرتك لما جم يعرفوا أهل الخير عرفوهم بالرحمة وحسن الخلق والحلم. يعني الحسن البصري رحمه الله قال: إن لأهل الخير علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، طبع، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم. الله. الإنسان عندما يفقد الرحمة يميت قلبه. طب الأب يشوفهم بقى قد إيه يا مولانا؟ في الشريعة عندنا، هقول لحضرتك على حاجة، في بعض الناس تقول لك إن الأب لابد إنه يشوفه في كل وقت، ودي كان فعلا ديت من الشريعة، لأن دلوقتي الأحوال تغيرت. القاضي دلوقتي لما بيجي يحكم في الزمن اللي إحنا فيه دوت، لأن الأخلاق والدين والمعاملة اتغيرت. فإحنا لما نيجي نحكم، القاضي بيحكم حسب الأشخاص والأحوال والزمن والمكان. الناس اتغيرت، يعني هو في الشريعة، لا أنا بسأل حضرتك، في الشريعة الأب لما ينفصل عن الأم، الأب يشوف الابن في أي وقت، في أي وقت هو عايز يجي، حتى لو الفجر عايز يشوف ابنه في أي وقت، وممكن يخبط على باب البيت. ولا ليس هناك حديث بيحدد الميعاد. أنا أسأل حركة الحقيقة، ممكن يخبط على باب البيت وهو خلاص ما بقاش إن هو يعني ما بقاش يجوز ليها، ممكن يخبط على باب البيت لو هي عايشة لوحدها ويخش للعيال. القاضي دلوقتي بينظم الحياة الاجتماعية دلوقتي من حق. أيوة أنا بقى قصدي، لا أنا قصدي رأي لا أنا بسأل حركة في رأي الشرع، أنا سمعت رأي القانون وان شاء الله قانون يتغير، بس انا بسال حضرتك انت في راي الشرع، لو هو ابوهم جه خبط عليا، لو انا مطلقه او عندي عيال، وجه خبط عليا حتى لو الفجر عايز يشوف عياله، ولا حلم وحش، ولا عايز يشوفهم، ولا حاسس ان هو تعبان وعايز يشوفهم، ده حقه وافتح له عادي؟ لا مش حقه. بس كده ازاي يدخل على سيده هي لا تحل له في وقت الفجر ولا في وقت العشاء ولا في وقت ولا يدخل على سيده لا تحل له في اي وقت يا مولانا؟ ده اللي كنت عايز اسمعه، هو من حقه يشوفهم في اي وقت، بس يتكلمها يستأذنها أو ينظم معاها الوقت ويعمل كده باتفاق، لازم يكون في اتفاق بينهم، لأنه لا يجوز أنه يخش البيت. لا ما يجوز أنه يخش البيت في أي بس وقت. بس كده كنت عايز أسمع كده يا مولانا. لا 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 يجوز، لا يجوز أنه يخش البيت، لأن دي حرمات. أنا بشكرك ونورتني وتسلم لي وعلى راسي يا شيخنا.